السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أصدقائي متابعي قناة المعلومات السيفي في كنترول جديد رقم 2 سيمستر 1. دونك دائما باش نبدأ المقدمات، شكرا على التعليقات المحفزة، وأيضا لا تنسوا بارطاج مع الأصدقاء ديالكم حتى تعم الفائدة. دونك بالنسبة للفرض الثاني رقم في الدورة الأولى تحت طلب مجموعة من التلاميذ، دونك نبدأ على بركة الله. السؤال الأول: كومبليتي لو شيما سويفون دو لا شين دينيرجي. بالنسبة لهذا الشين دينيرجي راه شرحناها، دونك إذا كنت مازال ما شفتش هذا الفيديو هذا، مازال ما شفتش الشرح ديالها، فنزل لتحت وكتب شين دينيرجي المعلومات فيها، غادي تعطيك الشرح ديال الدرس باش يجيك باش تقدر تستوعب معنا. دونك شين دينيرجي من بعد ما كنجيبو سورس دينيرجي اللي هي مصدر للطاقة، ولا شنو كنديرو هنا اليمونتي، اليمونتي اللي هي التغذية، اليمونتي ديستريبيي اللي هي التوزيع، ومن بعد كونفيرتيغ. لا ذلك إلا لقيت راسك ما فاهمش، هذا فقط سؤال كنجاوب عليه. لقيت راسك ما فاهمش هاد الدرس هذا، شرحناه بالتفاصيل بالأمثلة، وعاد رجع للفرق. دونك كونفيرتيغ ومن بعد ترانسميتر، يعني هنايا هذا المسار ديال الطاقة اللي هضرنا عليه، التغذية، توزيع الطاقة، تحويل الطاقة بحال تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية، ترانسميتر توصيل هاد الطاقة يعني مثلا من محور إلى محور آخر، وهنا كنستعملو وسائل ميكانيكية بحال السلسلة بحال الكروة إلى غير ذلك، وأجير هي النتيجة. دونك سيتياسيون بروبليم، دونك هذا راه تقدر تستعمل به كان في نفس الوقت فرض، وايضا يعني راه بحال الامتحان. سابقا حطيت امتحان بحال هذا. دونك لي روبو اسبيراتور نيتوا تو تيب دو سول سون انترفونسيون دو لوم. لهاد لي روبو اسبيراتور اللي دايرين درجه مؤخرا، يعني كينقيو لنا الارضيه دون تدخل الانسان. لو نيتواياج اي رياليزي غراس ا اون اسبيراسيون كومبيني un brossage du sol par des brosses rotatives. يعني كتدير جوج ديال الحوايج، كتجبد كتصف داك الوسخ، يعني كتسحب داك الوسخ، ومن بعد كتمسح الارضيه بواحد الممسحات اللي كيكونوا كيدوروا. مبدا الاشتغال فونكسيونمون لو سيكل دو نيتواياج اي بروغرامي بار لوتيليزاتور غراس ا اون انترفاس لوتيليزاتور. السيكل ديال التواياج يعني داك السيرورة ديال التنظيف كي بروغراميها الشخص، ولا كيريقلها الشخص، كيضبطها الشخص على حساب واحد الانترفاس، هو هذا اللي كيتسمى انترفاس يوتيليزاتور، يعني هو داك الريقلاج دوك البوطونات كيتسمى انترفاس يوتيليزاتور. راه بحال النيميريك باش ما تخلعكمش هاد السمية، راه غير النيميريك فيه دوك البوطونات، هاديك راه كيتسمى انترفاس يوتيليزاتور. Le robot recharge sa batterie sur sa base branchée sur une prise électrique. يعني هذا الروبو كيتشارجا كنشارجو الباتري ديالو باش كنديرو لا فونكسيون اليمونطاس. دونك سؤال الاول: كيل اي لو تيب دو سو سيستيم، يعني شنو النوع ديال هاد السيستيم. كاين سيستيم بريميتيف ميكانيزي اوتوماتيزي روبوتيزي، هادشي راه شرحناه سابقا، يكفي انك ترجع للدرس ديال ايفوليسيون دي سيستيم تكنيك، تبعك هنايا الدرس ديال ايفوليسيون. دونك عاد ما صحليش نكتب لا شويه، راه الرينغ لايتس ديال مونجيان. المهم غادي تكتب نتايا، راك عارف الدرس ايفوليسيون دي سيستيم تكنيك، غادي تلقى فيه هاد الشروحات اللي قلنا مزيان. دونك هذا غير من خلال السميه روبو اسبيراتور، كاع الا مبغيتش دير نتايا تمشي غير مع السهل، راه غير السميه روبو اسبيراتور. عاد راه هنا عندنا كلمة أخرى هي نيت غوبو، كتعاود لو غوبو غوشارج. دونك شنو غادي يكون النوع ديالو؟ غادي يكون روبوتيزي. دونك سيستيم غوبوتيزي، سيستيم غوبوتيزي. مازي كيل اي لو ديسبوزيتيف يوتيليزي بور رياليزي لا فونكسيون اليمونتي. دونك شنو هي الوسيلة المستعملة باش كنديرو لا فونكسيون اليمونتي. دونك شنو عندنا لي فونكسيون باش نديرو لا فونكسيون اليمونتي؟ عندنا لا بيل، عندنا لي سيلول فوتو الكتريك، عندنا ليكتريسيتي باغ ريزون. دونك هنا شنو هي
هي لابيل باش كنديروها، باش غادي تخدم هادي باش كدير لنا الفونكسيونمون ديالو ديالها كديرها بلا باتري. دونك باش كنديرو على مونتي هنايا غنديروها باتري. ماشي سوا الالغوريثم سويفون، المهم هذا يعني تم التغيير فيه باش يجي باش يكون مبسط كلشي يفهمو. ديبي بداية، فاش كنقول الالغوريثم عندنا دائما بداية ونهاية. وللتذكير الالغوريثم فيه 3 فونكسيونمون، فيه 3 ستركتور اللي هما ستركتور لينيير بنية خطية، ستركتور كونديسيونيل شرطية، و ستركتور ريبيتيتيف اللي هي بنية متكررة. دونك ديبي غوشارج لا باتري، طون كو لا باتري اي بلان، ما حد هاد الباتري مشارجيا، فير سو ديبلاسي دون لا بيس، يعني غادي تسالى في الأرضية، تنشف من الأرضية وتنظفها. فان دو طون كو فان. مزيان، كيل لا ستركتور دو سيت الغوريتم؟ قلنا عندنا ثلاثة. دونك هنا كنشوف لينيير، باش كنعرفها لينيير ما كتكون فيها كتكون مرحلة ومرحلة ومرحلة ومرحلة. كونديسيونيل شنو كتكون فيها؟ كتكون فيها العبارة سي، هادي كونديسيونيل إلا شرط. ريبيتيتيف كتكون فيها العبارة ديال طونك. إذا هذا شنو عندي؟ عندي طونك، دونك لا ستركتور هي ريبيتيتيف متكررة، لأن فيها طونك هادي غتعاود. طونك لا باتري بلان سو ديبلاسي دون لا بيس جيستيفي، علاش؟ حيت عندنا العبارة ديال طونك بارا جيستيفي هي علل. كومبليتي لو دياغرام سويفون، دياغرام سويفون هو هذا. دونك شو قلنا هنا دائما هاد الشكل البيضاوي شو كنديرو فيه؟ كنخصو فيه ديبي ولا فان. دونك هنا نديرو ديبي، بالنسبة هنا كندير واحد السؤال اللي قلنا دائما داك السؤال كيبدا بإيسوكو. علاش إيسوكو؟ حيتاش إيسوكو كيكون الجواب عليها يا إما وي يا إما نو. دونك إيسكو أش؟ إيسكو هاد طونكو كنحيدو، إيسكو ندير إيسكو لا باتري إي بلان. إيسكو لا داريكم هدا راه فقط فهم، يعني راه ما عندك ما تزيد من عندك، فقط هز منا وحط منا. إيسكو la batterie est pleine. وزيدنا واحد العلامة ديال الاستفهام باش نعرفو فاهم صافي. دونك إلا كانت وي لا باتري اي بلان، دونك لا باتري اي بلان شنو غادي دير؟ سو ديبلاسي دون لا بياس، سو نقولها من هنا كيما هي، سو ديبلاسي دون لا بياس هي ديك القطعة الأرضية. دون لا بياس هي البيت ولا الصالون ولا وسط الدار ولا المهم هاديك كتسمى لا بياس، كنقصدو بها لا بياس هنايا. ولا كانت نو، اسكو لا باتري بلان؟ نو مشارجياش، شنو خصنا نديرو؟ غوشارجي لا باتري، مشارجياش خصنا نشارجيوها. غوشارجي لا باتري. بالنسبة لهاد الأورغانيغرام هذا، هاد الخطة الدياغرام راه شرحناه بوحدو، راه حنا شرحناه بوحدو، يعني يكفي انك دير اورغانيغرام ولا دير لا فونكسيون تكنيك تريتي، غادي تلقى الشروحات ديالو، يعني هادشي كامل حنا شرحناه، وان شاء الله مازال نشرحو حتى الدروس ديال الباقية ديال الدروس والدروس التانية ديال الدور التانية ان شاء الله. دونك كومبليتي لو دياغرام سويفون، مازالنا هنا شو كنديرو؟ كنديرو ف حتى سالينا دائما هادي دي بي اوف. كيل لو نو دو سو دياغرام؟ هاد دياغرام هذا شنو سميتو؟ عندو جوج سميات لي هما أورغانيغرام أولا دياغرام. أورغانيغرام عفوا ولا ألغوريغرام نسبة إلى الألغوريتم، ألغوريغرام ولا أورغانيغرام. بوغ إكزيكيتي لو بروغرام دو سو روبو أون أوتيليز أون كارت أردوينو. بروبوزي أن لونغاج دو بروغراماسيون، لونغاج دو بروغراماسيون هنا خليناها فاك، تقدر تقولنا لونغاج سي، لونغاج سي بلس بلس، بايثون، يعني عندك اختيار غير واحد، مطلوب منك غير واحد، بايثون، جافا،
إلى غير ذلك، ولا أي حاجة طويلة. دونك كومبليتي لي كونستيتيسيون دو لا كارت. أردوينو هي هادي سويفو. دونك عندنا هنا فراغات، المطلوب هو عطيك هنا اختيارات، عندنا تيليفيرسي لو بروغرام، سيركوي انتيغري، ميزازيون. دونك لا كارت أردوينو شو عندنا هنايا؟ بالنسبة للاكارت اردوينو لا بغيتو الصراحة مازال ما شرحتهاش في لا فونكسيون تريتي. إذا بغيتو نديرو عليها فيديو قولو اكتبو لي تما في التعليق بغينا كارت اردوينو، وإن شاء الله غادي نحاول نجاوبكم ولا نديرو فيديو خاص بها. دونك هاد عندنا هنا مجموعة من الأيقونات، أهمها هادي شنو كنديرو فيها؟ هنا فين كيتبرونشا الكابل باش كتبرونشا مع البيسي. إذا لاحظ معايا لاكارت اردوينو راها كدير لا فونكسيون كومونيكي مع البيسي عبر هذا المنفذ هذا اللي كتسمى بور يو اس بي. دونك هذا هو اللي كيتيليفيرسي لو بروغرام، يعني كيحولنا البروغرام. دونك هذا بور تيليفيرسي، تيليفيرسي هي تحويل، كنحولوا البروغرام من البيسي لا كارت اردوينو. هاد لو بوطون قلنا بوطون بور لا ميز ا زيرو، هذا هو اللي كيعاود لنا المند، هاد كيعاود لنا البروغرام من الزيرو. يعني مثلا الا كان هنايا في هاد المرحله الا عطينا على هاد البطونه كيولي يرجع للديبي، دائما داك البروغرام كيرجع للديبي. دونك ميز ا زيرو بوطون، ميز ا زيرو اللي كيعاود لنا البروغرام من الزيرو من لو ديبي. وقتنا هذا السيركوي هذا بيسا ما عرفتش الصوره باينه ولا لا. دونك هذا هو العقل ديال لاكارت اردوينو، وهذا هو كيتسمى سيركوي انتيغري بروغرامابل، يعني دارة مدمجة قابلة للبرمجة، سيركوي انتيغري. وعندنا هاد البوغ هذا بوغ اليمونطاسيون، يعني التغذية. هنا كنديرو بريز ديال التغذية اللي كان خصنا نعطيوها توتر من تقريبا 7 فولت حتى 12 الفولت، وكاين بلوس او موان واحد الهامش. هنا عندنا واحد الليد تيموان اللي كيكون ليد باش كنعرفو لا فونكسيون كومونيكا افيك لوتيليزاتور ليد، وهنا كيكون واحد الليد محسوب كمنفذ اللي كيكون مربوط مع البيت 13. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفرق، نتمنى تكونوا استفدتو، والى فيديو اخر باذن الله.